موقع أنا السلفي من كتاب المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة. نواصل الكلام حول الأخطاء الشائعة في العقيدة، واليوم نتكلم عن خطأ من هذه الأخطاء، ألا وهو القسم والحلف بغير الله. القسم والحلف بغير الله، أي أن يحلف الإنسان بغير الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالكعبة، وكما جاء في هذا الخبر أيضا: لا، ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال: ولا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله. فالحلف بغير الله عز وجل شرك. والحلف في اللغة يعني أن يسبق كلامه بأداة من أدوات الإيش؟ القسم. أداة من أدوات القسم، الذي يعني يحلف عليه يسبقه بأداة من أدوات القسم: بالله، تالله، والله. هذه أدوات القسم، فيجعلها لغير الله، فيقول مثلا: والكعبة مثلا، أو وأبي، أو أمي، أو والعيش والملح، أو النبي، أو كذا وكذا، مما يحلف به الناس من المخلوقين. وكان الحلف شركا بالله عز وجل لأنه نوع تعظيم، لأنه نوع تعظيم. أنت لماذا تحلف؟ تريد أن تعظم ما تتكلم به وتتكلم عنه. أنت تحلف لأجل أن تعظم الأمر الذي تتكلم به أو تتكلم عنه، ولذلك أنت تحلف. فهذا الحلف نوع تعظيم، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. فالحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. كيف يصل إلى الشرك الأكبر؟ إن ظن أن ما يحلف به غير الله أعظم أو يساوي في العظمة الله عز وجل. وهذا يفعله كثير من الناس جهلا، طبعا جهلا، ولولا الجهل لكفر بالله عز وجل كفرا مخرجا من الملة، كحال بعضهم مثلا ويتكلم مع الآخر فبيقول له: الموضوع الفلاني كذا وكذا. فيقوم الآخر يجادله فيقول له: والله كذا. يوم الآخر يجادل، يوم هو يريد أن يعظم المسألة يفعل ماذا بقى؟ يقول له: طب وحياة عيالي، أو يقول له: وحياة كذا من المخلوق. وطبعا هناك من يفعل ذلك اعتقادا والعياذ بالله، كبعض المتصوفة الجهل المجرمين، فإنه إذا ربما حلفت له بالله لا يلتفت. أما إذا حلفت له بالولي تعظم عنده المسألة. ولذلك إذا أراد أن يعظم الأمر حلف بمن؟ بالولي. لو أراد أن يعظم الأمر يحلف بالولي، زي الجهل بقى اللي هو أراد أن يعظم الأمر يحلف بعياله، يحلف بالعيش والملح، يحلف بكذا بكذا نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. وفي الرواية: فقد أشرك. إذن الحلف بغير الله كفر، شرك، ينقسم إلى شرك أكبر أو كفر أكبر أو أصغر بحسب تعظيم الحالف للمحلوف في قلبه واعتقاده، نسأل الله العافية. إذن في كل الأحوال هو شرك، في كل الأحوال هو شرك. ولذا إن كفارة ذلك، إذا مثلا مسلم فعل ذلك وفعله جهلا مثل ما يفعله كثير من الناس، وهي عادة عند بعض الناس، وإن كان الحمد لله السنوات الأخيرة بدأت تقل هذه العادة، اللي هي الحلف بغير الله، يعني نقول لك:
إذا حلفت بغير الله فاستغفر مباشرة وقل لا إله إلا الله، هذه كفارة الحلف بغير الله، لا تحلف إلا بالله عز وجل، وكذلك لا تحلف بالله عز وجل إلا معظما موقرا صادقا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إن بعض الناس يحلف يعني على كل صغيرة وكبيرة، ويحلف على يعني الأمور التافهة كذلك، خصوصا في الأسواق، خصوصا في الأسواق. بعض المتفقهة الجهلة يقول لا، ما أنا بحلفش بالله، أنا بحلف بالطلاق، عشان الحلف بالله ده طبعا لازم يبقى صادق، فعشان يبقى هو يعني ياخد راحته زي ما بيقول، يعني البياعين خصوصا يقوم يحلف بالطلاق مثلا، يقول له على الطلاق واقف عليا بكذا ونحو ذا، ويقول أنا الصبح أنا حالف إن أنا كل اللي أحلفه كذب. هذا والعياذ بالله استخفاف بدين الله عز وجل. هذا الإنسان قد يصل والعياذ بالله هذا العمل في نفسه إلى الاستهزاء بدين الله. وإلا المنافقون لما هم راجعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، بعضهم جعل يسخر من القراء، حفظت القرآن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حفظت القرآن، كان في بعض منهم رضي الله عنهم بدين له بطن يعني بدين، فجعل بعضهم يسخر ويقول ما رأينا أوسع بطونا من قرائنا، عشان لما حد يقوم مثلا يقول له انت ايه الكلام تقوله ده، يقول له ده انا بهزر، ده انا قصدي اقول ان هو ايه بطنه كبيرة، يعني انا بهزر بضحك يعني. ولذلك لما نزل القرآن قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم من بعد إيمانكم، خلاص ده كفر صريح، ده الكلام ده كفر صريح، مش كفر نفاق اللي هم عليه أصلا. الغرض يعني أن الحلف بغير الله عز وجل شرك، ولا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، ومن حلف سهوا ومن باب العادة ونحو ذلك حتى ولو تكرر ذلك يستغفر الله ويقول لا إله إلا الله ولا يعاود ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم. هذه مسألة، وهي الحلف بالمصحف. نعم، الحلف بالمصحف، هل يجوز الحلف بالمصحف؟ هذه المسألة مشكلة، باعتبار إن هو لو يقصد الكتاب اللي في إيده كده ده يبقى ده لا يجوز الحلف به، لا يجوز الحلف به، الكتاب يعني الورق والغلاف والحاجات دي كده، هذا حلف بغير الله. أما لو قصد كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل الذي في داخل هذا الكتاب، فيجوز وإن كان النصح بأن ينتقل عن ذلك إلى صيغة صريحة أفضل، يقول وكلام الله، وكلام الله هذا، يقول هكذا وكلام الله هذا، لكن ما يقول مثلا والمصحف وهو يقصد بماذا كلام الله، هتشتبه. ولذلك إن فعل يفعل به أن يقول وكلام الله هذا. أما مسألة فتح المصحف مثلا عند القسم، هذه المسألة الأمر فيه سعة فيها، لا سيما مع بعض المتجرئين، مع بعض المتجرئين، ولا سيما إذا عرف عنه الكذب، بعض الناس عنده جرأة ممكن يحلف زي ما الناس بيقولوا في المثال كده، يقولوا قالوا الحرام يحلف، قال جالك الفرج خلاص هيحلف، هيجيب لكم شوال الفنات زي ما هم بيقولوا، فيعظم في نفسه ذلك لعله يتقال له تعالى ونجيبه بعد العصر يوم الجمعة ونقعده كده ونقول له امسك المصحف وافتح المصحف. وبعض العلماء يقولون لا بأس انه حتى لو قلنا له حطه كده على وشك وقل وكلام الله هذا، المشهد ده كثير من المسلمين حتى ولو كان فاجرا هيعمل ايه بيهاب، حتى تجد بعضهم يقول هيتقلب عليه، عنده تعبير يعني يقول لك عشان يتقلب عليه، ويقصد طبعا ان ربنا يعاقبه بذلك. فهذه الصورة فيها سعة، لو انه قال وكلام الله هذا ومسك المصحف في ايده، ف
فهذا يجوز. بل أحيانا في بعض القضاء القاضي ممكن يلجأ لذلك، إن رأى إنه في فجور في الشخص اللي هو اللي هيحلف، يجيب له المصحف ويقول له امسك المصحف كده وقولوا كلام الله هذا، بحيث إنه يعمل فيه إيه؟ نوع من الإيه؟ الرهبة من اليمين. وهذا يحدث عند كثير من الناس، إنه هو يرهب إنه يحلف رغم إنه هو عارف إنه كذاب. فنسأل الله العفو والعافية. خلاصة المسألة أن القسم والحلف بغير الله عز وجل شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون على حسب حال الحالف شرك أصغر أو شرك أكبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.